الرحمن الرحيم، طلاب سنة تالتة أهلا بيكم. هنبدأ بقى نحل واجب يونت فور بارت تو اللي في الملزمة. طبعا هنبدأ بقى نختار لون 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 أزرق. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ملزمة بيج فور. هنواصل بقى اللي هي المودال فيربس. إماد didn't take his keys. إماد ما خدش المفاتيح. نحن بنسترشد في الجملة with him, he, them. طبعا them دي تعود على المفاتيح, on the table. He can't have seen, ولا could see, ولا might see, ولا could have seen. طبعا الجملة واضحة, هو ما شافش, أكيد ما شافش, ما خدش المفاتيح, يبقى أكيد ما شافهاش, يبقى can't have seen. ولو couldn't have seen موجودة كانت ما إيه تستخدم, إن مستحيل يكون شافهم, لأنه كان شافهم كان خدهم. مش هقول could see استطاع يشوفهم, ولا might see, ولا could have seen كان ممكن يشوفهم, لا هو أكيد ما شافهمش. This be his car. He is too poor. هو فقير to afford such an expensive car. إنه يقدر على عربية ماديا زي دي. كلمة afford دي كلمة معناها يتحمل ماديا. يبقى this can't be his car. دي مستحيل تكون عربيته. الراجل ما شحات, ما معهوش فلوس. Ali isn't here. ما هوش هنا. He have gone to home to study for the test. كونه مش هنا, يبقى ده الراجل المتأكد, يبقى he must have gone. أكيد راح البيت. مش كان ولا ought ولا should. الجملة دي مهمة, وأنا عارف إن أنت رحت اخترت بي. أحمد is a professor of your chemistry. ده بروفيسور كيمياء. أظن ده خلاص ما عادش طالب. يبقى he must be very clever at school. ما ينفعش أقول هي, أروح أقول he must be, وأنا عارف أنت رايح أعملها must be. غلط. هو أكيد كان كويس في المدرسة, يبقى must have been. أكيد كان شاطر في المدرسة, أنا مش بقول أكيد شاطر دلوقتي. I go to work yesterday. It was a national holiday. امبارح كان اجازه قوميه, فانا ما احتجتش وما روحتش المدرسه امبارح او الشغل امبارح. مش هقول I had to, احتجت, عشان تشوف yesterday تقول I had to, غبي. لا طبعا, I didn't have to, ما اضطرتش وما روحتش. He can't walk. الراجل ده مش عارف يمشي. He be ill. يبقى he must be ill. اكيد مريض. في جمل كده مش محتاج استبعد all want و shouldn't و mustn't. The boys have made so much noise in the library. طبعا عارف ان انت رحت اخترت must not برضه, وهي غلط اصلا. لو قلت the boys اقول must not او mustn't make so much noise in the library, ده لو انا بحذرهم الان. لكن هم ما كانش مفروض يعملوا ضوضاء, يبقى shouldn't have done made. هتقولي ما تنفع يا مستر ought not. لو كان oughtn't to, لو لازم to هنا كانت تمشي. لكن هما shouldn't have made, ما كانش المفروض يعملوا الضوضاء دي. You finished that book already. انت يا ابني مستحيل تكون خلصت الكتاب ده دلوقتي. You bought it only yesterday. انت لسه مشتري امبارح. And it's very long. ده غير كده كمان طويل يا حبيبي. يبقى you can't have finished. مستحيل تكون خلصته. He have been injured. أصيب. There was blood on his face. الراجل كان فيه دم على وشه. يبقى he must have been injured. أكيد أصيب يعني, مش الدم ده حتى هو يعني. The streets are wet. الشوارع مبللة. كونها مبللة يبقى بيقول لك last night, عشان عارف الغباء ان انت رايح عاملها must rain, لازم تمطر. لازم تمطر. Can't rain في البريزنت برضو. لا, هي must have rained. اكيد الجو مطر. وطبعا مش هقول it should have rained, كانت المفروض تمطر. I can't find the theater tickets. انا مش لاقي تذاكر المسرح. They out of my pocket. يبقى اكيد وقعوا. يبقى must have fallen. We don't know when earthquakes happen. احنا ما بنعرفش امتى الزلازل بتحدث. They a predicted. Predict يعني يتنبأ. فاحنا ما نقدرش نتنبأ بها, لان الزلازل لا يستطاع التنبؤ بها. يبقى they can't be predicted. يلا يا باشا, يلا ما تتضايقش, مشوار العلم طويل والآمال لا تحقق إلا بالتعب والعناء. You try some of this chocolate cake. It's delicious. لذيذ لذيذ. يبقى بعزمك, يبقى you must try. I wonder, الصيغة دي أنا قايل لك, I wonder if you could do the shopping for me. التعبير ده استخدم للطلب المؤدب. I wonder if you could. I wonder, بتساءل. If you could, وبعديها الفعل في المصدر. I wonder if you could help me. I wonder if you could open the door. I wonder if you could move your car. أنا بتسأل لو تقدر تحرك عربيتك بس كده عشان أركن. يبقى ده طلب مؤدب.
You pay to visit most museums in Britain. It's free of charge. Free of charge يعني مجانية. يبقى أنت مش مضطر تدفع. مش هقول you should ولا could ولا need to. لا هي you don't have to. أو you need أنت لو موجودة. أو don't need to. أنت مش محتاج يعني. I ma do my washing. My mother does it for me. ماما ربنا يخليها لك اللي بتعمل الدنيا دي. يبقى مش I mustn't. أنا يجب ألا أفعل. لا. I don't have. طب فين تو؟ كانت تنفع لو قلت I don't have to. مفيش تو يبقى هي بره. يبقى I needn't. أنا مش محتاج. I needn't. Last year teachers make a report on each child every week. Last year teachers should. لا طبعا. Will have to. ويقول لك السنة اللي فاتت وتقول لي will. Can make. لا had to. I can't find my book and I'm not sure where it is. حرينا الجملة دي قبل كده على فكرة. أنا مش لاقي الكتاب أو مش آه الكتاب ومش متأكد أنا سبته فين. طبعا أنت عاملها مايت ليف برضو. يا ابني مايت ليف دي في البريزنت والفيوتشر. ربما أتركه. لا I might have left. ربما كنت تركته في البيت. You worry about it. I will take care of it. أنا هاخد بالي من الحوار ده فأنت مش محتاج تقلق يعني ما تقلقش. يبقى you must worry لازم تقلق. You need to worry. أنت محتاج تقلق. You could worry. يا أخي تقلق. You don't have to worry. We have moved to a new house. So you come round and see it. You must. الدعوة. نقلنا بيت جديد عايزينك تيجي تزور. You cleaned. Past participle خلي بالك أهو. Past تصريف تالت ده. The windows. They were already clean. يا ابني ما كنتش محتاج تنظف الشبابيك ما كانت لسه متنظفة. يبقى you needn't have. انت عملت حاجة ما كنتش ملزم تعملها. I stop eating sweets. They are bad for me. يبقى I must اخلي عندي دم. I must. Students are happy. The exam easy. يبقى must be easy. اكيد سهل. I couldn't find a hotel. So we sleep in the car. It was so uncomfortable. ما لقيناش فندق عشان كده اضطرينا ننام في العربية وده كان غير مريح جدا. يبقى ما كانتش حاجة مريحة يبقى we had to. اضطرينا في الماضي يا باشا had to. I do the homework before my next English lesson. لازم أعمل الواجب. I must ولا needs to ولا I am having to ولا I am needing to. ما فيش حاجة اسمها I am needing to. بتقولي أنا بحتاج وفعل في الاستمرار ما ينفعش و I am having to دي ما تنفعش أصلا. الفعل have to بمعنى يستمر بمعنى يضطر إلى ما يجيش في الاستمرار ما ينفعش أقول I am having to اللي هو I have to ماشي أنا مضطر هي I must. مستر مستر تنفع needs to أنا محتاج. الفعل إس يا حبيبي فيه إس ما ينفعش يجي مع I. اتقي الله. I spend all my life studying. It's impossible for me. أنا مش هقدر أقضي حياتي كلها بذاكر، ده حاجة مستحيلة بالنسبة لي. I may not ولا might not ولا should. لا طبعًا كل التلاتة دول بره. Yeah, I can't. You buy almost everything online these days. أنت يمكنك شراء كل حاجة على النت اليومين دول. مش هقول you are able. طب فين تو لو في are able to؟ لو are able to صح. هي you can. You pick flowers in the park. ابعد عن الزهور، دي حديقة عامة. يبقى you mustn't pick flowers. I forgot to take my medicine this morning. أنا نسيت أخد الدواء. إيه اللي مفروض أعمله دلوقتي؟ What should I do? What should I do? لما تطلب النصيحة من حد. أنا ما أخدتش الدواء. أعمل إيه بقى دلوقتي؟ أعمل إيه أنا بقى دلوقتي؟ تعال لي على الفوكاب يا حبيبي تعال. خش على الفوكاب وما تخافش. الفوكابلري اللي هي الإنجليش. تمام صديقي تمام. بيج 16 انا بقول لك الصفحه يعني عايزين نغير اللون نخليه احمر 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 جميل. تعال بقى. My daily every day is to visit my married sisters. وايه my sisters اخواتي المتزوجات and spend some time with their children. يبقى my daily روتين الروتين اللي بعمله الروتين اهو. طبعا قلنا الريتيب ده اللي هو الروتين الحكومي تمام ومش هقول my customs. customs دي عادات مجتمع ومش هقول my daily walk. لا طبعا روتين روتيني اليومي
ان انا اروح ازور اخواتي واقعد معاهم وقت. There is AA in front of the museum asking for not smoking. قلنا دي ساين لافتة، لكن دي إشارة صوتية أو ضوئية، ودي سبيتش ما تنفعش ولا saying. I saw someone coming in front of me suddenly. أنا شفت شخص أي ظاهر قدامي كده فجأة. I was afraid. كنت خايف. But greeted إيه بقى؟ him ولا her ولا us ولا them؟ طبعا them. ليه يا عم نادر them؟ قلنا كلمات someone و somebody و everyone و everybody تأخذ فعل مفرد ولكن ضمير جمع، سواء ضمير فاعل they، سواء ضمير مفعول them، سواء صفة ملكية لو تفتكر قلنا their. فدي مطبوعة بفعل مفرد لكن تشار لها بإيه؟ بجمع them. snakes التعابين، often a lot of people although they don't attack people، رغم انهم ما بيهجموش على الناس، الا ان التعابين تخيف او تفزع. افريد خايف يا باشا. فير يخشى او يا ايه او الخوف. التعابين مش اوفن بتخاف، لا هي بترعب، يبقى scare دي يفزع او الفزع، وفريز يتجمد. يبقى التعابين عادة بتخوف العديد من الناس او بتفزعهم رغم انها ما بتهاجمهمش في الاول. بلينز جين، الطيارات بتكتسب سرعة. gain their speed، بتكتسب السرعة. easy began slowly، بيبدأوا ببطء وبعد كده يبقوا بسرعة، يبقى بتكتسب السرعة تدريجيا، يبقى gradually. after the accident my friend began to improve as he took the medicines، بعد الحادثة صاحبي بدأ يتحسن لأنه خد الدواء. ها عايزين نقول بقى بانتظام مش تدريجيا، يبقى regularly. أنا فرقت لك بين gradually و regularly. gradually قلنا تدريجيا لكن regularly بانتظام. practicing a lot of exercise regularly will have a good، دايما التدريبات وممارستها يبقى لها ايه on all of us، تأثير كويس. قلنا يا باشا دي affect دي يؤثر على، وما تاخدش حرف جر ودي فعل. قلنا affection دي حب أو حنان أو عطف. affecting ده الفعل والضاف له ing ما ينفعش، هي effect تأثير. The plane's accident، حادثة الطيارة، was he wouldn't forget for a long time، لمدة طويلة. دي long بس مكتوب لي سبيلنج غلط، اللي هو المفروض. يبقى كانت تجربة، احنا قلنا experience بتيجي بمعنى يجرب، أو الخبرة في مجال العمل هي اسم لا يعد. لو جت بمعنى لك تجارب حياتية عشناها يبقى تعد، يبقى an experience. الحادثة بتاع الطيارة دي كانت تجربة مش هينساها في حياته، لكن تجربة في المعمل قلنا اكسبيرمنت ايه؟ قلت يحطوك في قفص ويحقنوك بمصل ويعملوا عليك تجارب، امال هيعملوا على بني ادم تجربة؟ تمام، فيحطوك انت في القفص ويدوك المصل، يبقى دي اكسبيرمنت. He's an expert in teaching، الراجل ده خبير في التدريس. He had more than 30 years، عنده اكتر من 30 سنة خبرة في التدريس، يبقى ده اسم لا يعد. فين بقى اللي مش مجموعة؟ دي كده مجموعة لان جه قبلها اداة نكرة، يبقى غلط. ودي متضاف لها ايه اهي، وان اكسبيرمنت قلنا دي تجربتك في المعمل لما يحطوك ويحطوك المصل، ها يبقى دي اكسبيرينس، دي خبره في مجال العمل اسم لا يعد. ستودنت شود ستادي هارد، قلنا بيذاكروا بجد تو جيت هاي ماركس، مش هقول هاردلي. ماي فادر جيتس اني هوليديز هي وركس اون فرايداي، بابا بالكاد بياخد اجازه او بصعوبه او بالعافيه، اللي بتعطي معنى النفي كلمه هاردلي. My grandmother said walking in the countryside، المشي في الريف، helped her physical and mental health، صحتها النفسية والجسدية، يبقى improve يحسن. طبعا دي بروف يثبت أو يبرهن، ودي drove الماضي من درايف اللي هي يقود، ودي بروف يعني دليل أو برهان. اكتب أخوي، اكتب الكلمات. Every member in the club، كل واحد في النادي كان إيه his suggestion to develop it. طبعا قلنا كلمة suggestion تاخد make. We really need to spend more money، قلنا الفعل spend لو جيب معنى يصرف فلوس ياخد حرف الجر on، محتاجين نصرف فلوس كتير على الإديوكيشن التعليم. All the streets are as it had rained for an hour، كل الشوارع كانت مبللة. دي معناها الذكاء، دي ويت، دي الذكاء أو الفطنة اللي هي WIT، فصل غلط. The streets are rain، رين ازاي؟ are مد طين؟ لا ويت مبللة. The of the fire is unknown، the police are still investigating، الشرطة ما زالت بتحقق. يبقى سبب الحريق قلنا of مع cause، لكن reason for أو why. media
بقى سوشيال ميديا، وطبعا ما بقولش سوشيال، كان وقتها سوشيال ميديا. سوشيال ميديا وسائل الاعلام بتلعب رول مجتمع، دور مهم في حياتنا. At the end of the session، في نهاية الجلسة، the three teams، الفريقين أو الثلاث فرق، were to the Premier League، يبقى promoted، اترقوا أو تأهلوا. The result of the surprised all the scientists، أدهشت كل العلماء. It will help them develop a new cure for cancer، هتساعدهم إيجاد دواء مناسب للسرطان. يبقى the result of the experiment، التجربة قلنا اللي في المعمل اللي هي عليك. I found playing the guitar very difficult at first، وجدت العزف على الجيتار صعب تدريجي في الأول، ولكن في the last 2 weeks، في آخر أسبوعين، I have يعني improved، يبقى أنا gradually improved، اتحسنت تدريجيا. If you don't turn the tabs off، لو ما طفيتش يا ابني وقفلت الحنفيات، you can waste a huge of water in a short time، يبقى you can waste a huge amount of water، amount of، كمية من المياه. وطبعا الرسول عليه السلام أوصانا إن إحنا لا نسرف في المياه. الرسول عليه الصلاة والسلام، he valuable experience، خبرات قيمة. while working on the project، قلنا gain experience، يكتسب خبرات، gain. لكن earn قلنا بتيجي مع money، earn money، يكتسب نقود. وفي تعبير اسمه earn a living، يكتسب قوته. The astronauts رواد الفضاء are planning a 4 spacewalk، قلنا a 4 hour، قلنا التعبير ده من غير اس، a 5 minute break، a 5 minute break، استراحة لمدة 5 دقايق. وبنحط حاجة بقى كده اسمها ايه، هايفن هنا كده، شرطة ما بين دي، ودي تعتبر صفة مركبة، مول a 5 minute، دي a 5 minute بدون اس اهي، بنأكد على دي، مهمة جدا. نجرب اللون الاصفر ده شوية، اللون الاصفر الناس اللي عندها صفار وحقد. The storm has a bad، لها أباد إيه، on the crops، على المحاصيل. farmers have lost a lot، يبقى كان لها تأثير سيء. فين تأثير؟ تأثير، تأثير أهي اللي بالإيه، effect، effect اللي بالإيه أهي، لكن دي يؤثر على farmers water their crops، الفلاحين بيرووا محاصيلهم to grow well، عشان تنمو كويس. يبقى regularly، يعني regularly، بانتظام. The political parties، الأحزاب السياسية، should take concrete steps، لازم ياخدوا خطوات ملموسة. concrete يعني خرسانة أصلا، بس دي معناها خطوات ملموسة، يعني خطوات واضحة ومتأكدة. to إيه بقى، equality، المساواة، solidarity، التواصل، وإن إحنا نبقى إيه، في قوة بيننا، والتضامن يعني، والتعاون، and non-discrimination، وعدم التمييز. يبقى لازم يعملوا ده عشان يرقوا، يدعموا، يساندوا، يبقى promote. bosses اللي هم ايه بقى، رؤساء العمل، always a clerks، الموظفين، who make mistakes that cause loses، اللي بتسبب خسائر. شايف عم حافظ، لا بتكون حافظ ان سامع انت الاسيستنت، يبقى بيعنفوا. فين بيعنفوا؟ بريز يعني يمدح. وطبعا خلي بالك ما تنفعش حتى كمان لو المعنى ماشي، لان في اس يبقى دي غلط. بليم على فكرة كانت تمشي، بليم، لو هما بيلوموا، بس في اس هنا مفرد ما تنفعش، يبقى ما ينفعش ينفع الجمع. هنا سكولد، يوبخ او يعفن، ايه يعفن، ايه يعنف، يعني يعنف او يهزأ يعني. does this drug، هل هذا الدواء، drug يعني دواء او مخدر، have any side، قال له لا، no it's safe، لا ده آمن. يبقى هل هذا الدواء له تأثيرات سلبية، side effects، اهي تأثيرات سلبية او آثار سلبية. مش عاجبني اللون الأصفر ده، يعبر عن الصفار، وأنا ما بحبش الصفار والحقد، خلينا في الأحمر مع إني زملكاوي. The adjective describes the feeling of being very tired، طبعا exhausted، أي منهك أو مجهد. self care is taking care of، take care of yourself. it's important to share your feelings with people you doubt, misunderstand, suspect like your family or teachers.
من المهم أن تشارك مشاعرك مع الناس اللي أنت داود بتشك فيهم، اللي بتسيء فهمهم، ميس أندرستاند، سسبكت، تشك فيهم، ولا تراست، بتثق فيهم، تراست، يثق أو الثقة نفسها. health shows how the state of body seems، الحالة الجسدية، يبقى دي physical. burnout، الإجهاد النفسي، is usually caused by the decision you make، decision يبقى تاخد make. nothing can live without، it's necessary for all aspect of life on the earth، ما فيش حد يقدر يعيش من غير الطاقة، يبقى energy. if you fail once، لو فشلت مرة زي ما بقول لك في القاعة كده، don't be a and concentrate on your work، وركز في شغلك to achieve your goals. لو فشلت مرة لا تحبط بل واصل، يبقى frustrated. لو فشلت مرة لا تحبط بل واصل المسيرة. It's important to be a of signs of burnout، then you can take action. لازم أن تبقى على وعي بالإشارات اللي بيديها لك جسدك إن أنت مجهد ونفسيا، يبقى aware of، لازم أن تبقى على وعي بيه. Most people found it difficult to sleep، معظم الناس بتجد صعوبة إنها تنام. Their mental health problems، مشاكلهم النفسية، يبقى because of، احنا قلنا because of معناها بسبب، لكن because دي معناها لأن، يجي بعدها جملة، و since معناها لأن، و لزوم معناها بالرغم من، فالمعنى because of بسبب. make exercise a part of your daily، you shouldn't stop doing it، يبقى روتين. قلنا الرتب ده الايه، الروتين الحكومي، وراتن دي يعني معناه متعفن، والسيستم يعني نظام. we have to spend some time، قلنا الفعل spend بعديه المدة، بعديه verb plus energy، يبقى we have to spend some time discussing this problem. the government should do more، لازم الحكومة تبذل مجهود to a sustainable agriculture، الزراعة الدائمة أو الإبداعية، يبقى promote، قلنا يرقي أو يدعم أو يساند أو يعزز. the antonym، عكس كلمة pout اللي هي يبوظ، smile. my mom always advises me، ماما دايما بتنصحني to avoid، الفعل avoid يطبع بقى energy دايما، وأنا أخد اليونتس اللي جاية وخدته في سنة تانية، يبقى talking with bad people. It's good to do exercise so I go running every day، يبقى من الحاجة الكويسة ان انا اعمل تدريبات منتظمة، يبقى انا عايز الصفة من regularly، regular، regular يعني منتظم. students have to cope with، المدرسين ايه، لا الطلبة يجب عليهم ان ايه، يتناغموا ايه، ويحاولوا يتماشوا مع a lot of ايه in their studies، في دراستهم. and use this sport to help them relax، طبعا stress لازم يتحاولوا يتعاملوا مع الستريس، وشرحت كتير الكلام ده في الحصة. تامر never goes on a plane، تامر عمره ما بيسافر او بيروح بطيارة. he ايه بقى، from a fear of flying، ها from يبقى يعاني، suffers from. almost 50% of cancer، حوالي 50% من المصابين بمرض السرطان are treated successfully، بيعالجوا بنجاح. هتقول لي patient لو فيها اس كانت صح، دي مفرد. العديد من مرضى السرطان لو كان فيها اس كانت تمشي، patients. دكتورز طبعا، مش هقول اطباء، هم الاطباء اللي هيتعالجوا، لا طبعا، ولا ممرضات، هم sufferers، المعانون من، يبقى سفر يعاني، sufferers ايه، المعانين من. some situations may have a negative effect، قد يكون لها تأثير سلبي on your mental health، طبعا قلنا بتاخد حرف الجر on. this book has some useful، هذا الكتاب فيه بعض الايه، النصائح الايه المفيدة. on how best to revise، زي تراجع، you should read it، تبزي عن النصائح. diabetic people، الناس المصابين بمرض السكر، اللي هي جاية من diabetes، مرض السكر. diabetic يعني مصاب بمرض السكري اللي هو الايه، السكر. people should a with the symptoms، اللي هي أعراض، the increase and leak، قصدي lack اللي هو النقص، of sugar in their bodies، نقص السكر في الدم. يبقى should with، يبقى لازم أن يتوافقوا مع أو يحاولوا يتكيفوا مع. one of my friends has a mental problem، he speaks loudly and we don't understand him، الواد اتجنن يا عيني من الثانوية العامة، فبيقول لك بيعاني من مشكلة صحية أو نفسية. يبقى problem توصف ب health، اوعى تقول لي healthy problem وتقول لي ما هي صفة يا عمنا، ما فيش مشكلة صحية. healthy دي تيجي مع الفود مثلا، healthy food،
هيلثي درينك، مشروب صحي يجيب لك صحة، لكن مشكلة لها علاقة بصحتك يبقى هيلث بروبلم، مشكلة صحية. You look exhausted، شكلك منهك، شكلك في ثانوي. I think you should consider بعد ING، أعتقد إن أنت تفكر بقى في الذهاب تنام بدري، يبقى going. My wife became، أصبحت when I forgot her birthday، تبقى وعيتك سودة لو نسيت عيد ميلادها، يبقى frowned، مكشرة. You should identify the A4 your problems، قلنا causes of، لكن reasons for، أسباب. The members of the big families، أعضاء الأسرة الكبيرة دي، should eat together to solve our urgent problems، قلنا get together يتقابل. get together فعل get لوحده معناه يحصل على، لكن get together ده فعل phrasal verb يبقى معناه يتقابل. get together. You should start thinking about activities you really enjoy doing. Do activity معروف على طول. خش على القطعة يا باشا. وطبعا انتوا المفروض ان دي واجب فانتوا قاريينها، بس انا هقراها معاكم نشوف الاجابات. قلنا القطع مهمة، مش هنأكد تاني. In today's society the use of social media has become a necessary daily activity. أصبح استخدام السوشيال ميديا نشاط يومي. Social media is typically used for social interaction، اللي هو التواصل أو التفاعل. احفظ كلمات زي دي. And access to news and information، ومدخل للمعلومات والإيه؟ والأخبار. And the decision making، it's a valuable communication tool، هي وسيلة اتصال أو تواصل. valuable، valuable جاي من value، value يعني قيمة، وبتيجي بمعنى يقيم، فهي وسيلة قيمة للتواصل. with others locally and worldwide، محليا وعالميا. as well as، بالإضافة to share create، إن أنت تشارك وتوجد and spread information، وتنشر معلومات. social media allows individuals to keep in touch with friends، عايزين واخد كلمة keep in touch، يبقى على اتصال. and extended family. some people use various low social media applications to network and find career opportunities، يجد وظائف كمان. connect with people across the globe، ترتبط بالناس حول العالم. with like-minded interests، بالاهتمامات. and share their own thoughts feeling and insights online. why is social media important؟ احنا بنقولها social media كده بس يعني نطقها social. why is social media important؟ ليه social media مهم؟ social media is important because it allows you to reach، لحظة بقى كده انا غير اللون، يقول لك it يا عمنا القطعة سهلة والله، ومرة في مرة من حل القطع كتير هتبقى ولكنها شيء صعب. فأقول لك وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، وسائل الإعلام يعني، is important because it allows you to reach، يبقى it دي تعود على السوشيال ميديا. support and engage with you with your target audience، بتدعمك وبتساندك، عايزين كلمة support انت عارف انها يدعم او يساند. no matter their location، مش مشكلة موقعهم. when a business can use social media to connect with its audience، تتواصل مع المتفرجين بتوعك او المستمعين. it can use social media to generate brand awareness، awareness اللي هو الوعي. leads sales مبيعات، and revenue الايراد، ايراد المبيعات. social media can be a useful tool for businesses، ممكن تكون اداة مفيدة للشغل طبعا. كل السوشيال ميديا تنعم بضايعك، bringing advantages such as engaging with your audience and boosting website traffic، boosting يعني يدعم أو يساند أو تدعيم أو تعزيز. however there can also be disadvantages، برضو بس السوشيال ميديا مش كل حاجة حلوة يعني، في عيوب including the resources required and the negative feedback. social media use is associated with a variety of issues، مرتبط بيه، associated with يعني مرتبط بيه، variety of issues العديد من القضايا، including emotional and mental issues، حاجات مشاعرية أو حاجات نفسية، such as anxiety القلق، depression الاكتئاب، يجي لك اكتئاب، stress التوتر، loneliness العزلة، and low self-esteem وعدم تقدير لنفسك، تحس إن أنت حاسس إن أنت أقل من الناس، physical issues such as reduced sleep quality، تقليل النوم كمان، ما تعرفش تنام كويس. and general issues such as exposure to misinformation. exposure يعني التعرض، ان انت بتتعرض لmisinformation، معلومات احيانا مضللة.
اند بوليتيكال. البوليتيكال هي الايه؟ السياسي. بولورايزيشن الاستقطاب السياسي. يعني الاستقطاب السياسي مشاكل سياسيه بقى وتخش في مشاكل مع الناس. Their involvement in a virtual world makes children experience delay in their emotional and social development. إن تورط الأطفال في العالم الافتراضي virtual world makes children، يعني تورط الأطفال في السوشيال ميديا ودخول الطفل الفيسبوك والحاجات دي بيعوق delay يعني يعوق their emotional and social development، نموه الاجتماعي والعاطفي، بينعزل عن الأسرة. Social media are potentially a source of social comparison. السوشيال ميديا زي ما قلت لكم في الحصص، وبعده كان يرى ان ده كلام راغي، يعني يقول لك المستر بيرغي ليه يعني في اثار السلبيه للسوشيال ميديا، عشان اقول لك ممكن تجي لك في قطعه، يعني مش تضييع وقت، مش دايما اقول از ووز وهاز وهاف وهاد. انا شاطر في الانجليش يا عم، الراي يهديك، ده سؤال عليه 16 درجه، انا بزعلك على النت اهو كمان. فبيقول لك خلي بالك هنا، السوشيال ميديا دي مصدر للمقارنه الاجتماعيه. يعني ايه مصدر المقارنه الاجتماعيه؟ انا زي ما قلت لك، واحده قاعده في البيت شايفه صاحبتها جوزها موديها الغردقه، فمقارنه تقول له جوزها حضرتك يعني صاحبتي في الغردقه، يقول لها طب انا اعمل ايه؟ طيب عايز اروح انا صيف انا كمان. طب ما احنا ما معناش فلوس الدروس والمدرسين والحوارات دي واولادك وانت، وكل شويه عايزه وعايزه، اجيب لك منين؟ لا وديني الغردقه، لا انا هوديك عند امك، يلا روح. طلاق اهو، مشاكل وتحصل انفصال للاسره. دايما المقارنات، انت شايف صوره لواحد صاحبك، اه بابا انا الواد ده كذا وانا كذا. دايما النفس البشريه عندنا حته المقارنه بين بعضينا. فالسوشيال ميديا خلتنا نشيل احقاد من بعض، نحقد على بعض، نتضايق من بعض. زمان ما كانش في سوشيال ميديا، ما كانش في موبايل، ما كانش في فيسبوك، ما كانش في مقارنه ارزاق بين بعض. الناس كانت هاديه، ما تقعدش تحسد في بعضهم. الناس بدات تحسد بعض لما تشوف الناس معاها فلوس واللي منزل صوره وهو سعيد. عندي كلمه انفي، اي ان في واي، انفي دي يعني يحسد او الحسد. وفي كلمه اسمها انفيوس، حسود او حقود، which could lead to mental health problems. سايبر بولينج اللي هو الايه اللي بيسموه التنمر الالكتروني، اند ايزوليشن العزله، دي كلها اثار سلبيه للسوشيال ميديا. ذا يوز اوف سوشيال ميديا استخدام التواصل الاجتماعي education provides students with the ability to get more useful information, to connect with learning groups and other educational systems that make education convenient. convenient ملائم او مريح. فده جانب ايجابي اهو، بيقول لك ان السوشيال ميديا بتزود الطلبه وبتحسن التعليم، واديني على معاك على السوشيال ميديا اهوت على اليوتيوب بشرح لك، فدي حاجه ميزه، وبتوصلك لمعلومات وكده، وتخلي الايديوكيشن كونفينينت ملائم او مريح. ستودنت كان بينيفيت فروم، ممكن يستفيدوا من اونلاين توتوريالز. توتوريالز يعني دورات تعليميه، اند ريسورسز ذات ار شيرد ثرو سوشيال نتوركس، حاجات على السوشيال نتوركس، هيئات اليوتيوب، الحاجات دي انت بتستفيد منها. بيقول لك ذا انتنم يعني عكس الورد فاليبل، اللي قلنا قيم، امبورتنت بذمتك عكسها important، necessary crucial مهم، لا طبعا هي valueless يعني بلا قيمة. لو رجعنا لإت، عايزك تعود على مين؟ ارجع لكلمة إت، هدايا اهي. إت دي تعود على مين يا باشا؟ على السوشيال ميديا اهي. يبقى تعود على مين؟ على السوشيال ميديا. One of disadvantages، أحد العيوب of social media is that it can cause، إنها تسبب ريست الراحة، جوي السعادة، هابنس السعادة، لا depression، تسبب لك اكتئاب. Students can use social media to get a information. Useless بلا فائدة، bad harmful مضر، لا useful طبعا مفيد. Students can a from online tutorials، قلنا دورات تعليمية، فقد يستفيدوا، يبقى benefit from، مش give away ولا disconnect ولا waste. The word support is a synonym، هي مرادف لكلمة a of the word. لص خسارة، لوز يخسر، وهي دي أنا قلت لك 100 مرة الفرق بين الكلمتين دول وكتبتهم على السبورة. بوست دي يعزز أو يساند، بوست دي يتفاخر دي يدعم، يعزز يساند. وفي كلمة اسمها بوست فول، متفاخر متباهي، ودي الصفة. يبقى الورد دي بقى ايه؟ بوست يعزز او يساند.
Our society now depend on social media، بيعتمد على التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ديلي، موجود عندك فوق ديلي بشكل يومي. السوشيال ميديا can lead to ايه؟ health problems، قد تؤدي لمشاكل mental health problem، مشاكل نفسية mental. طبعا خلصنا واجب الملزمة الحمد لله، أرجو الاهتمام بالقطع. وقبل ما أختم بفكرك بالشعر بتاعنا، no gain without بين، ليس هناك مكسب دون آلام يا صديقي، فلازم نعاني في الوصول لطموحاتنا. أشوفكم على خير سنة ثالثة، وربنا معاكم ويعينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.